مساء الخير. سقط الرئيس جو بايدن مدرجا بمناظرة، لكمه دونالد ترامب في حلبة تلفزيونية أريقت على جوانبها دماء السياسية. هي 90 دقيقة قاتلة للولاية الثانية في البيت الأبيض، ومفاعيلها ارتدت أولا على الحزب الديمقراطي الذي تأهب لاحتمال استبدال الكارثة بما هو أقل منها ضررا على الشعب الأمريكي. ولم تمر الولايات المتحدة في اختبار التنحي إلا عبر الرئيس ريتشارد نيكسون الذي استقال عام 74 بعد فضيحة التجسس أو ما عرف بواترغيت. اليوم مني الحزب الديمقراطي بالمناظرة جيت، لكنها كانت من صنع الرئيس شكلا ومضمونا وعلى الهواء مباشرة من دون الحاجة إلى تسريب. وهي مناظرة مسيلة للدموع في صفوف الديمقراطيين، حيث لم تخرج إلا السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن لتبدي إعجابها بالعجائب التي أدلى بها زوجها. أما النقد فجاء من أنصار الحزبين معا، فبكى كبير الصحفيين توماس فريدمان واعتبر أنه لا يستطيع أن يتذكر لحظة مفجعة أكثر من هذه في كل الحملات الرئاسية الأمريكية على مر التاريخ. وتولى الإعلام الأمريكي استعراض قاموس التوبيخات والشتائم التي فاحت من المناظرة المتسخة بألفاظ ساقطة، ليس أقلها أحمق وغبي وفاشل وكاذب ومدان ومجرم وقطة الزقاق. وذلك أثناء تبادلهما الاتهامات في النقاش على قضايا الاقتصاد والضرائب والهجرة والإجهاض والحرب الروسية ضد أوكرانيا والحرب بين إسرائيل وحماس. وتحولت فلسطين في المناظرة إلى مشاهد على مرشحين اثنين يتسابقان نحو تغذية أصواتهما بالصوت اليهودي، حيث تنافس بايدن وترامب على كسب ود إسرائيل وتقديم البراهين على دعمها. وقال بايدن: نحن أكبر داعم لإسرائيل ونزودها بالأسلحة التي تحتاج إليها، ولم نمنع سوى شحنة واحدة من القنابل التي تزن 2000 رطل، لأنه يتعين على إسرائيل توخي الحذر في استخدامها بالمناطق السكنية. ورد ترامب متهما بايدن بأنه أصبح فلسطينيا ضعيفا وأن الفلسطينيين يكرهونه. وأسفرت هذه المناظرة عن سقوط فلسطين في التدافع إلى البيت الأبيض، وأن ترامب الذي يحظى اسمه بهضبة الجولان زورا لن يكون إلا هدية مسمومة للعرب. وفي استطلاعات الرأي داخل أمريكا فإن بايدن تم تذويبه أمام ترامب، لكن ليس لقوة ومنطق وجدل الرئيس السابق لأمريكا، بل لضعف خصمه الرئيس الحالي وتلعثمه وقلة حيلته بنيويا وفتك السنين بذاكرته وظهوره هزيلا مترددا ضائعا أمام ثعلب المال والأعمال. أمريكا استفتت بين سيئين، وإيران انتخبت مرشحا من 4 شخصيات، وستظهر ملامحه الليلة وما إذا كان إصلاحيا أو محافظا. وقد ترتفع أسهم وحيد الإصلاح مسعود بازكشيان على الثلاثة المحافظين نظرا للانقسام الحاصل في صفوفهم، حيث سيكونون مجبرين على تقسيم أصواتهم بين 3 مرشحين، أحدهم محمد باقر قليباف رئيس البرلمان. وعلى جبهة قليباف اللبناني فإن مجلس النواب يكتفي بأقل من تشاور وبتوزيع خسائر الخلافات رئاسيا وتطير هذا الاستحقاق إلى ما بعد هدوء الجبهات. وعلى الرغم من الانبعاثات الحربية على المواقع ولدى السفارات وفي وسائل إعلام إسرائيل، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدأ يتحدث بلغة التسويات، وهو قال اليوم إنه إذا توصلنا لاتفاق يسمح بعودة سكان الشمال لمنازلهم يمكننا التوصل إلى تسوية. وفي السياق عينه نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن وزير الحرب يوآف جالانت قوله للأمريكيين: لا نريد حربا في الشمال، وسنقبل باتفاق يبقي حزب الله بعيدا عن الحدود. وأوضح للأمريكيين أن إسرائيل لا تسعى للحرب مع حزب الله بل لتسوية إن أمكن ذلك. وابتلع جالان تصريحاته عن إعادة لبنان إلى العصر الحجري، إذ إن هذه العبارة بالتحديد وعلى الرغم من الانقسامات المحلية فإنها جمعت اللبنانيين على رفضها ورميها بالحجر.
فنحن وإن أعدنا إلى العصر الحجري لكن باقون في أرضنا، فيما بدأ الإسرائيليون بالهجرة من فلسطين ليعودوا من حيث أتوا، ويبقى من هم أصحاب الأرض.